طالب تحالف الشباب الثوري القوى السياسية والمجلس العسكري للتوصل لوفاق حول القضايا الخلافية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف اليوم في الخرطوم عن الراهن السياسي. وكشف المتحدثون في المؤتمر أن التحالف يضم العديد من الأجسام الشبابية في المركز والأحياء، ليس لديهم توجهات حزبية ولا طائفية، مطالبين بحكم مدني من كفاءات دون وجود شخصيات حزبية أو عسكرية في الفترة الانتقالية. وأعلن المتحدثون انضمام أعداد كبيرة من الثوار في الاعتصام مؤيدين للتحالف. عزيز من أجل اقتصادي عمل على أشكاله القانونية عن طريق الجماعي المتفق عليه والحوار السياسي واحترام الرأي والاتصال بالحق.